ومن ناحية أخرى، زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان المواطن راشد ناصر المنصوري في منزله في بدع المطاوعة بمدينة غياثي، ورحب المواطن بسموه وأعرب عن شكره لهذه الزيارة الكريمة وتشريفه لهم. وتبادل الأحاديث الودية مع سموه تؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب. رافق سموه خلال الزيارة سعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعدد من كبار المسؤولين بمنطقة الظفرة.